أشادت الخارجية الأمريكية في تقريرها السنوي حول الإرهاب الذي صدر اليوم باستراتيجية المغرب في مكافحة هذه الآفة، مؤكدة أن الولايات المتحدة والمغرب يجمعهما تعاون قوي وطويل الأمد في هذا المجال، ونوه بالجهود التي تبذلها المملكة في محاربة الإرهاب، مشيرا إلى أن الحكومة المغربية واصلت تنفيذ استراتيجيتها الشاملة التي تشمل فضلا عن تدابير اليقظة الأمنية تعاونا إقليميا ودوليا وسياسات لمكافحة التطرف. ووفقا للتقرير فقد ساهمت جهود المغرب في محاربة الإرهاب سنة 2020 في الحد بشكل كبير من مخاطر الأعمال الإرهابية، مشيرا إلى أن قوات الأمن المغربية بتنسيق مع وزارة الداخلية استهدفت بحزم واعتقلت ما لا يقل عن 35 شخصا، كما قامت بتفكيك 7 خلايا إرهابية كانت تخطط لمهاجمة أهداف مختلفة من بينها مباني عامة وشخصيات ومواقع سياحية.